وبنجد تحية لكل المشاهدين والأبراج السعيدة. مع دخول شمس العقرب في أبراج هتسعد ولأنها هيحصل لها إيه، وكمان لما حد يكون مش بيحب حد، طريقة كل برج في التعبير عن عدم الاهتمام أو عدم الحب، كلها حاجات هنعرفها ونسمعها من هالة حافظ منورانا. وبننتظر وكل جمهورنا دايما وجودك وكلامك، وبنعيش بيه طول الاسبوع ان شاء الله. ده غير انه بيتحقق ان شاء الله. يعني لله والله اعلى واعلى، غير انه هو يعني في حاجات فيه منها بتبقى واقعيه زيك الاول. الحمد لله نورتينا يا هاله، شرفتينا. ويمكن اول حاجه احنا هنبتدي فيها نتكلم، احنا عايزين نعرف يعني اكتر الابراج سني، ايه الابراج اللي منتظراها السعاده في الايام اللي جايه دي بالذات بعد دخول برج العقرب؟ النهارده طبعا الاربع يوم 19 من يوم 22 بالظبط، يعني بعد يومين ونص. اوكي. الاحوال هتتغير تماما في كل الابراج. الحمد لله كل الابراج ولا ست ابراج؟ كل الابراج. طول ما الكواكب بتتحرك مفيش برج بيفضل على اللي كان عليه الشهر اللي قبله. ادينا. طيب الشمس ان شاء الله، اولا حركه الكواكب، في ناس بتبقى مهتمه بحركه الكواكب، في حاجه حلوه بقى جدا ان الشمس وفينس الاثنين يوم 22 بالليل داخلين للعقرب. انا بقى ببشر العقرب بعد ما بقالنا شهر قاعدين نقول لهم استراحه محارب وحاسبه واستخبوا ورا بصوا بقى، ومحدش يجي جنبهم ومحدش يكلمهم. من يوم 28 اكتوبر داخل للعقرب، يوم 25 اكتوبر في ولادة قمر جديدة بالعقرب. يعني العقرب يا جماعة داخل كأنه بيعوض عن تعويض كل التعب اللي شافه، وهو شهر عيد ميلاده وشهر ميلاده. يعني من يوم 22 بالليل ودخول بقى الشمس للعقرب في مصاير ابراج كتير جدا هتختلف. كمان عايزة اقول ان زحل اللي تعب الناس كلها، اللي هو اسمه كوكب النحس الاكبر، هينهي حركه التراجع بتاعته ويبتدي بقى يمشي لقدام ويخف ضغوطه من يوم 27 اكتوبر. يعني على مين هيخف ضغوطه؟ على كل الابراج. ما هو زحل طول ما هو متراجع تعب الكل. اوكي. خلاص، فمعنى كده ان احنا الاسبوع الاخير من اكتوبر من يوم 22 وبقيه الابراج من يوم 27. لا ده من يوم 22 كل الابراج و25 و28 و27. انا شايفه ان الاسبوع الاخير من اكتوبر اسبوع هتختلف فيه الدنيا بشكل حلو. يا رب. الكواكب في تقدم، يعني الضغوط سواء كانت اقتصاديه او نفسيه او معنويات او تعاملات، الدنيا هتبقى اهدى كتير. الحاجه الوحيده السلبيه في الموضوع ان كوكب المريخ هيتراجع من يوم 30 اكتوبر برج الجوزاء. دي السلبيه الوحيده في اكتوبر. ده معناه ايه؟ المريخ ده كوكب تقيل، كوكب الحوادث، كوكب النيران، يعني ممكن يلاقي بعض البلدان حصل فيها انفجارات، براكين، نيران، تراجع. مريخ دايما لو نفتكر فترات زمنيه كتير لما كانت حرائق كتير في لبنان وفي السعوديه تزامنت ورا بعض. ده من ايه اخر 30؟ ده من تراجع. أيوة. من 30 اكتوبر. أيوة. يعني ايه علاقتها ببرج الجوزاء؟ هو بيتراجع في الجوزاء، هو المريخ قاعد دلوقتي في الجوزاء. يعني من 30 اكتوبر لغايه اخر السنه المريخ بيتراجع. لغايه اخر السنه ممكن نشهد حرائق، زلازل، براكين، كل ما هو يخص النار. يعني مش هنلاقي فيضانات، فيضان ده ميه. اوكي. لانه احنا هنلاقي حاجات تخص المريخ، كوكب الحرب والنار، حوادث، حرب ممكن يعني بصي خلينا نبعد عن السياسه شويه، بس هو ممكن. لا هو ملهاش علاقه بالسياسه، انا بتكلم على ان الثورات ممكن ممكن ممكن, ممكن. تقوم الحاجات دي. خلاص. يعني عايزه اقول حاجه، في متابعه لطيفه جدا بعت لي مره بتقول لي ايه، انا بتكلم عن تراجع المريخ، بتقول لي هو ارتجاع المريخ ده ارتجاع المريخ ده خطر. قلت زي ارتجاع القولون. قلت لها والله ارتجاع المريخ ده ممكن لو رجع بظهره يفرتكنا. بما ان احنا من يوم 22 كل الابراج حظهم حلو، لغايه امتى؟ عندنا ست ابراج لغايه 23 نوفمبر. لغايه 23/11. شهر 23 مين هي بقى الابراج السعيده؟ عندنا ست ابراج على موعد مع السعاده وهنقولهم بالترتيب. اول برج على موعد مع السعاده هو العقرب، صاحب صاحب المكان. صاحب المكان، لان الشمس داخله لك في بيتك الاول، بيت الانا، يعني على مختلف الاصعده انت عندك تغيير ايجابي على معظم الاصعده. لو مسكنا الصحه هنلاقي الصحه هتتحسن،
اتصالاتك وتواصلاتك وعلاقاتك جيدة، هنمسكهم الأصعدة كلها. علاقاتك بأولادك هتتحسن، كمان جابتر اللي هو كوكب الحظوظ الكبرى داخل له في بيته الخامس، يعني معنى كده ان ممكن العقارب البنات الصغننة اللي عايزة خطوبة او زواج او ارتباط ممكن يتخطبوا او يخطبوا الشهر ده، او تصريح بحب او اعتراف بحب، الكلام ده كله تطور العلاقة من صداقة لحب او من حب لخطوبة او زواج. كل ده العقارب، بص بقى تعويضات يعني كده. العقرب برج عامل بكل سعادة، عنده كمان خطط مهنية حلوة جدا جدا، وهو ككاركتر عنده كاريزما حلوة، قادر جدا على جذب الانتباه، وعنده تعزيز وتقوية العلاقة، علاقاته مع الأقارب والأحبة هتقوى جدا الشهر ده، هيفوق العقرب. فدي بشارة بقى حلوة، يعني وهو اللي عندكم تعويض عن اللي يعني شفته. العقرب هو البرج الأول هيفوق. وهو الأكثر سعادة. تاني برج معانا هيلاقي حظوظ حلوه جدا في الشهر ده هو الجدي. عنده الارباك بقى اللي كان والتوتر اللي كان قبل كده هينتهي، عنده فرص حلوه، عنده عروض حلوه، عنده بشارات واخبار سعيده. ده انا شايفه ان هو في حسم القرارات كتيره هياخدها الجدي، هتفرق معاه جدا جدا، شراكاته المهنيه او العاطفيه هتقوى. هيفرح بحد من العيله، بولاده، للي عايز خطبه لولاده، وفي بقى كمان لان ده بيت المساعدات، في مساعده هتتقدم له، واسطه مساعده هتفتح له ابواب كتير قوي، في ايد مساعده هتتقدم للجدي هتفتح له ابواب كتير، وهتنور بصيرته لاهداف ما كانش واخد باله. يعني حد يجي يقول ما تتعلم، ما تقوي لغتك، ما تروح الشركه دي حلوه، حد هيفتح له ينور بصيرته كده الاتجاه اللي هو منها ياخد الطريق جدا. انا شايفه ان الجدي يعني انفراج ملموس قوي، تاني برج محظوظين وسعداء، وهيحقق اهدافه بشكل يفرحه ويرضيه بشكل جديد جدا، وعلاقاته حلوه. تالت برج معانا هينفرج جدا الحوت المائي اللي زيه زي العقرب، من اكتر الابراج المستفيده لان الشمس داخله له في بيت من بيوت الحظ. العقرب بالنسبه للحوت البيت التاسع، وده بيت من بيوت الحظ، معنى كده هيتحرر من قيود كتير كانت مقيداه، سمعته وسيرته وصورته هتتحسن جدا، وفي حاجه تخص سفر، ابواب سفر هتتفتح للحوت، في حاجة تخص مذاكرة أو حاجة تنمية لمهاراته، اللي عايز ياخد كورسات، اللي عايز يعمل حاجة للدراسات العليا، ماجستير دكتوراه، وفي فلوس جاية له من جهات أجنبية أو عملة غير عملة بلده، يعني اللي بيتفرج علينا من أي بلد هتجيله عملة مختلفة. لو في خلافات بينه وبين الناس، اتخاصم مع حد أو اتخانق مع حد، في مصالحات الشهر ده مع الخلافات دي، هياخد حقه من حد ما كانش عارف ياخد حقه منه، نجمه هيلمع جدا الشهر ده. الحوت زي العقرب، بنفس عقرب جاتي حوت. رابع برج معانا هو السرطان. لا انت اعتبره وعد. السرطان ايوه، العقرب مائي زي السرطان، فلازم لما الشمس تدخل في العقرب تدعم كل الابراج المائيه. احنا قلنا الحوت وقلنا السرطان، هيتدعم الابراج الترابيه والهوائيه. هو بس ده البيت الخامس بتاع العاطفه، فهو يا سهير شهر الاستقرار العاطفي، يعني في انسجام، في تقارب، فرحه بالاولاد، فرحه مع الزوج، فرحه مع المخطوبين، مع اللي لسه في علاقه حب، وفي ترقيه، وفي كمان هتلاقي ردود واجابات وحاجات ما كنتيش، يعني مثلا لو اللي بيعمل انترفيو في شركه وما ردوش عليه ممكن يسمع رد، حاجه محيره، بيعمل تشيك اب لحاجه صحيه هيلاقي حاجات تريحه، اجابات تريحه. خلاص انا شايفه كمان ان ثقته بنفسه هتكبر جدا الشهر ده، وفي ارتفاع فرص الانجاب والولاده طبعا المتزوجين اللي لسه جداد او اللي لسه عايزين اطفال، ممكن يفرحوا بحاجه خاصه كده. الحياه الاجتماعيه صاخبه جدا، خروج ولقاءات وتنزه واستمتاع، دي انا صدقها. شهر زاخر جدا جدا بالحفلات والمفاجآت والاستمتاع في الشهر ده، ونجمك لامع جدا. العذراء هو ايه ده؟ انا من ضمن السته؟ الجدي والعذراء. والله ما كنت واخده بالي. لا طبعا من ضمنهم، لان شمس العقرب بتتفق مع العذراء. دايره علاقات كبيره جدا جدا، عمليات استثماريه، في عمليات بيع وشراء، في عمليات تقسيم اموال من ميراث او شراكه او شغل خاص مشترك. مشترك يعني انت لو في شغل خاص او اي حد مواليد العذراء عندهم شراكات عمل في تقسيم اموال، وانت هتعاون يا عذراء ناس، هتقف في ظهر ناس وهتسند ناس، انت كمان مش انت كمان حد هيعاونك، لا انت كمان، وهتكون افكارك عبقريه الشهر ده. البيت الثالث ده بتاع الافكار، يعني كل فكره هتفكريها عبقريه. ربنا يستر مولعش في الاستوديو. ذهنك في الشهر ده افكار عبقريه، مواليد العذراء يا جماعه ذهنهم حاضر جدا، خدي راحتك بعيدا عن الابتكارات، هتلاقي نفسك وانت قاعده كده
جات لك فكره ما نعملهاش هبتكر. فده شهر البيت التالي يعني ياخد بالي من الافكار اللي ممكن تيجي فجاه تفيدك جدا أمشي جدا وراها. جدا واتصالاتك غنيه وتواصلك حلو، علاقاتك حلوه قوي قوي الشهر ده. يبقى كده الست ابراج علاقاتي ده معناه ان انا هتعرف على ناس يساعدوني في الحياه جدا، مفيدين جدا هيفيدوكي قوي، علاقاتك حلوه قوي هتفتح لك ابواب. اوكي البيت التالت ده، وفي حاجه تخص موبايل او عربيه، هتغيري موبايل يا هيجي لك موبايل الهديه، يا هتغيري عربيتك يا هتصلحي عربيتك، لان ده التواصل الاتصالات بالموبايلات يعني اجهزه الاتصالات، لان ممكن حد يجيب لك موبايل هديه، عربيه هديه، ايفون جديد او ايفون جديد. ايوه يا ريت. يبقى كده بتحبيني قوي للدرجات دي لسه في برج معانا عقرب؟ لسه في برج. ايوه احنا كده قلنا كام واحد؟ خمسه ولا سته؟ احنا قلنا خمسه. قلنا ايه؟ عقرب، جدي، حوت، سرطان، عذراء. فاضل لسه بقى الاخير واللي برده هيلاقي حظوظ حلوه، الميزان. الميزان الشمس داخله لك في بيت المال والقضايا والاستثمارات ورجوع الحقوق، يعني اي حاجه تخص قضايا، قضيه معينه كنت مستني نتيجه قانونيه لحاجه او كده، اللي هي القضايا الايه بقى زي قضايا الاسره، قضايا مواريث، حاجات ممكن تسمع انفراجات فيها. في حصاد لمجهوداته السابقه، كل حاجه بذل فيها مجهود الميزان قبل كده هيلاقي لها نتيجه. في حاجه تانية عنده برضو فرحه لاولاده، تصالح مع اولاده اللي كان اختلف معاهم وتقارب معاهم. في قرارات نهائيه او احكام نهائيه او حاجات قانونيه هتحسم في، لو اي حد مولود الميزان كان اتحكم عليه بحاجه، سجن، حكم او حاجه، ممكن يحصل انفراج، تحرر من قيد او سجن معين. برضو هيسدد ديون كانت عليه، يعني هيتعامل مع بعض الجهات الماليه اللي زي مثلا ضرائب، تامينات، قروض، تمويل، الحاجات دي كلها، البيوت الماليه دي هتنفتح جدا عند الميزان. هيفوق برضو، وخصوصا قضايا، انا يعني مواليد الميزان كانوا بقى لهم فتره كبيره داخلين في قضايا اسره وطلاق واولاد ورؤيه والحاجات دي كلها، هيستريحوا هيلاقوا حاجات ترضيهم. يبقى عقرب، جدي، حوت، سرطان، عذراء، ميزان. طب تسمحوا لي اقول مين اللي ياخدوا بالهم ولا مش عايزين؟ يلا مين اللي ياخدوا بالهم ولا عايزينها نخليها كلها ايه؟ لا 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 لا، مين اللي ياخدوا بالهم؟ احنا الشهر اللي فات كان العقرب والحمل. طيب الشهر ده اول برج ياخد باله مولود الثور، شهر الحذر والتروي، نوعية الوقت ضغطة ومربكة جدا وموتر، طاقة عدائية. هتتحسن الأمور إمتى عند مواليد الثور؟ من يوم 22/11 الأمور هتتحسن. ياخد باله ما يتخانقش مع حد، ممكن يلاقي في مجال شغله تنافس، ممكن يلاقي من كتر ما بيتعصب وبيتنرفز صحته تتعب، ممكن يستفز، بيبقى خلقه ضيق فهيستفز، اي مشكله تحصل خلاص بقى هيقوم مطقش في اللي حواليه. الشهر ده ياخد باله الثور، هيلاقي طاقته عدائيه وعايز يتخانق، صاحي من النوم كده عارفين اللي هو مش طايق الثور او الواحد، هيقابل تحديات في يومه وفي حياته، فيحافظوا على قد ما يقدروا على استقرار علاقاتهم، ما يتخانقوش مع اللي حواليهم، علشان لو اتخانقوا المصاعد يعني هتتصاعد المشاكل. الثور وايه؟ نعتبر ان هو بالنسبه للثور ده شهر اختبار لقوه علاقاته. العلاقات القويه هتصمد والقوه تحمله كمان. العلاقات اللي مش قويه ممكن يخسر علاقات الشهر. طب غير الثور تاني القوس. يخلي باله من صحته قوي القوس الشهر ده، اي عرض صحي قبله حتى يروح لو بسيط يروح لدكتور، يروح لدكتور. وشهر سحب الطاقه شويه، ما عندوش طاقه، مش قادر يعني طاقته مش احسن حاجه. نصيحتي ليه ما ياخدش اي قرار مصيري الشهر ده يا مواليد القوس، لان النتائج مش هتعجبك، لو خدت قرار مصيري هتندم عليه بعدين. وما تخليش يا قوس حد يستدرجك لاي خلاف، ما تراهنش على الشهر ده خلاص لغايه 22/11، ما تراهنوش مواليد القوس على اي حاجه، فتره ضعيفه في الطاقه خاليه من الحظوظ. طيب الثور الثالث، في لسه ثالث؟ ما هو كل شهر فيه اربعه بقى بنحذرهم. الاسد والدلو. الأسد برضو عايزاه يحذر جدا في تعاملاته مع المقربين، يعني أي حد قريب منك أنت هتتخانق برضو معاه، فخليك بالك جدا. والمقربين مين بقى؟ العيلة، لأن ده المعاكسة جايلك من بيتك الرابع، يعني إخواتك، أمك، أبوك، أهلك، جيرانك، العيلة. الأسد ممكن يتخانق مع ابن خالته، مع ابن عمته، مع أبوه، مع أبوه، مع جاره اللي في الشقة اللي جنبه. فالبيت والعيلة بالنسبة للأسد هتزيد خلافاتك مع أهلك يا أسد، فخلي. وهو الأسد اللي هيبقى بيثير خلافات عنده حالة تمرد، استنفار أو مزاجية. أنا عايز أخانق صاحي من النوم، عايز أخانق أخويا، هيدخل يخبط على أخويا يتخانق معاه، هو ابن خالتي إزاي أحط البوست ده، ومش يعني في خلافات في العيلة. على إيه بقى؟ أيا كان بقى، علاقات، مواريث، فلوس، أي حاجة. كده تور
واسد وقوس تور واسد وقوس. الاخير هو الدلو. الدلو المشاكل جايه له منين؟ من البيت العاشر. يعني البيت العاشر تصفيه حسابات، فواتير قديمه، تصفيه حسابات قديمه. اي حد كان اخطا حاجه مواليد الدلو في الشهور اللي فاتت هتيجي بقى عليها الميكروسكوب الشهر ده. فاكرين فاتوره النور اللي ما دفعتهاش من 6 شهور؟ في غرامه رادار، في حد انت كنت ضايقته بكلمه جه بقى دلوقتي صحصح وتعالى بقى انت هيصفي حساباته مع الدلو. الحسابات مع الدلو. لا ده هو الدلو، ولا هو اللي هيصفي حساباته مع الاخرين؟ هيصفي معاه حسابات. الناس يعني هتصفي الدلو هو اللي هيدفع عليها الفواتير القديمه. تخلي بقى كل مواليد دلو من النهارده، فاضل قدامكم يومين، افتحوا كده دفاتركم وشوفوا ايه اللي قصرتوا فيه. الحقوا الحاجه، لان هتتحاسبوا، المحاسبه هتبقى دبل.